السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا قناه وينو كونكر. اهلا وسهلا بكم من جديد. النهارده هنشرح ايفنت سمر فاير وورك. في البدايه يا جماعه الايفنت ده هيبقى من يوم 2/6/2020 لغايه 20/6/2020 ان شاء الله. طبعا لازم تكون اعلى من ريبورن طبعا. وطبعا الايفنت هينزل في كل السيرفرات الى سيرفر فولد ايو. الجوائز سبيس كتير، راديانت ستار ستون، جيرمان تريتينيوم. تختار ما بين مايستري جامب سوت او فوكس سبيريت او فايرتل او ميد سمر سوت او كولر اوف ويند اند سو اون والمزيد. طب احنا بالبدايه كده انا مش عارف الصراحه، انا اشوف اللي هم قالوا عليها دي فوكس سبيريت. انا عارف فوكس سبيريت تقريبا كله باربع نجوم على فكره، كلهم اربع نجوم تقريبا. يعني مايستري جامب سوت، انا عايز مايستري جامب سوت اهو تمام. ميد سمر سوت، ميد سمر سوت اهو، يعني لحد ما قلنا كولر اوف ويند، كولر اوف ويند. عندك كمان فاير تيل اهو اللي معايا، فوكس سبيريت، فوكس سبيريت. فطبعا لما هيجيب اكيد يعني كله هيجيب، هيجيب اللي بينور بصراحه. يعني فوكس سبيريت ده فين؟ فوكس سبيريت شارم ده لا هيجيبه عشان هو بينور بس تمام. طيب نشرح عليهم. اول حاجه يا جماعه الايفنت كله معتمد على الكوينات دي، كوينز انت شايفينها دي السمر كوبر. الكوينات دي بتجيبها عن طريق تقتل الوحوش او تدخل ارينا، تلعب في الارينا يعني تفوز تخسر. عموما بتجيلك حاجه، بتجيلك الكوينات دي عن طريق الميل بوكس تمام، او عن طريق الريلم، او عن طريق كوستات يوميه، او تفتح كل يوم تمام. بتخش بعد كده لحد اسمه سمر فاير وورك، بتدوس على كليك او جو تو جوين ذا فيستيفال تمام. بتلاقي بقى ايه لوبي. ده لوبي ده خاص ان انت تشتري الحاجة بسبيس تمام. في تلات انواع، في تلات انواع اهو. السمر كوبر ده بواحد سبيس. في عندك كومون سمر فاير وورك دي لما انت بتضربها بتاخد 10 اموليتس اللي هي دي زي ما شايفينها، هي دي الحمرة دي تمام. بتاخد بعدها ممكن راندوم جايز، راندوم بقى يعني مثلا وانجا او فروت تشي مش عارف ايه، جايز عاديه جدا بصراحه. فانا صراحه مش عارف، مش عايز اضربهم بصراحه الكوبر دي، اسم الكوبر دي عشان اقدر اخد جايز اكبر. بس اللذيذ بقى ان انت لو معاك تيم في ثلاث لعيبه تقدر تاخد ضعف الجايزه تمام، تقدر تاخد ضعف الجايزه. بتلاقي حاجه اسمها بقى كده بيبر فيشنت او فيرم فيشنت. عموما يعني الحاجات دي اللي هي دي زي ما انتم شايفين اللي هو جولد فريش، جولد فريش والكلام ده كله، بيديك اللي هو فلوس تبرع و50 امولتس اللي هي الكلام ده. طيب تاني يبقى نعيد تاني الموضوع كله. الموضوع كله انت بتروح تجيب الكوينات دي من الوحوش او من الارينا او من الريلم والكلام ده كله. بتدوس بعد كده على الراجل اسمه جوفي، بتبدل في الشوب ده، بيظهر لك بيقول لك اول فاير وورك ده مثلا ب 300 واحده، انا معايا 64 ولسه لحد دلوقتي مش عارف برضه، انا لسه ما جمعتش من كل الوحوش خلي بالكم. ميد سمر فاير وورك 120 واحده، كومون سمر فاير وورك ب 50 واحده. زي ما انتم شايفين الحاجات دي عندكم كلها. لو انتم معاكم تيم في ثلاث اشخاص معاكم في الفريق هتاخدوا ضعف الجايزه. يعني مثلا بدل تاخد مثلا جيرمان 30 يوم بتاخدوا مثلا جيرمان شنطتين جيرمان 30 يوم، بدل مون فروت واحده بتاخدها اثنين تمام، وهكذا. وبتحتفلوا مع بعض تمام. في حاجه اسمها تاني اللي هو اموليت دي تقريبا، ايوه هي دي تمام. بعد كده جبنا الويب سايت، انت لما تدوس على اموليت دي يا جماعه تسلموها. لو انت جمعت على الاقل حاجه مساويه 3000 واحده، لو قدرت تجمع 3000 هتاخد لك 10000 سبيس باوند. تاني واحد 3000 ودي طبعا في 500 مش 25000، بتاخد 3000 سبيس. طبعا الموضوع هيتعدل عليه خلي بالكم عشان في مفيش يعني قدر مش مظبوط شويه. المهم انا هسيب لكم اللينكات دي كلها في الديسكربشن برضه. ده اللي هو زي ما انتم شايفين الرانكات من 2/6 لغايه 20/6. يعني اول واحد مثلا من انيما ايو، طبعا الحاجات دي كلها هتتعدل. زي ما انتم شايفين هي الجوائز زي ما انا هسيبها لكم برده في الوصف تمام. ف الموضوع لحد ما لذيذ، انت ما بتدفعش اي حاجه، انت فكره كلها زي ما بقول لك بتجمع من الوحوش، بتفتح كل يوم، بتستخدم الاتشي توكن، بتدخل الارينا، بعد كده بتستخدم اللي هو الكوينات دي، بتبدلها فاير وورك، بعد كده تسكريبت كمين تروح ضرب فاير وورك، لو معاك تيم هتاخد ضعف الجوائز، الكلام ده كله تمام. فالموضوع صراحه لذيذ مش محتاج اي حاجه. عارفين لو كان سبيس باوند كنت اقول لكم ماشي،
طبعا انت بعد كده لما انت تكسب الاموريتس دي يا جماعه بتدوس هنا سبميت اموريتس. طبعا ده عشان ما معكش النهارده وما معكش عموما فبتسجل الدخول بيها هنا. يعني في الاخر بعد ما تدفع هنا بتجيلك هنا الرانك بتاعك. يعني مثلا نشوف كده اليمنتس سيرفر فاير، يا ترى في حد؟ مفيش حد اصلا في سيرفر فاير خالص عامل الموضوع ده اللي هو السيرفر اللي انا فيه. يعني مثلا لو دوسنا على دريم فريدم برضه مفيش اي حد عموما لسه عشان بتاع ده جديد يعني. فهنشوف ايه ده بيقول لك هنا نوتس مع سيرفر فيلد اي يو از سبيشال سيرفر ات سويتش بيرز كان جيتس بيس فور فري. بيقول لك ان السيرفر فيلد اي يو بيقدر يجيب ان هو سبيس مجاني. The data of badges in this server will not be contained in badge rank. We will remove player from world EU in the final rank. عموما يعني بقول لك ان هو لو اتحسبت عموما المهم ان السيرفر ده كله او اللعيبه بتاعت السيرفر ده كله هيتشال. تمام؟ لان دول اصلا السيرفر ده مجاني، world EU ده اصلا سيرفر مجاني بس بيجي بسهوله. تمام؟ زي ما شفت الرنكات زي ما شفت كل حاجه. يا ترى ما تنساش لايك الفيديو واشترك في القناه وتفعيل زر الجرس لو انت مش فاهم الشرح كويس. طبعا قول لنا يا جماعه نزلوا في التعليقات ونشرح لكم بشكل افضل. زي ما قلت لكم الفكره اكتر من مره عيد الفيديو من الاول تاني عشان تقدر تفهم اكتر واكتر واكتر. كان معكم يا محمد من قناه وينكم. ما تنساش لايك الفيديو واشترك في القناه وتفعيل زر الجرس. الى اللقاء في المسابقه القادمه ان شاء الله.